موضوع معين بحاجة الغلابة مثلا، فيقول لك نشتغل على الغلابة، يبقى كل واحد فيهم بيتكلم على الغلابة مثلا. طب عايزين نشكك في ايه؟ فنتكلم على فلان، هاجم احمد موسى، هاجم احمد موسى، فكلهم يقعدوا يشتغلوا ويتكلموا على هجوم على احمد موسى. انا بستحوذ تقريبا على 70%، 70% 70% منهم ومن اخواتهم. ما انا بقول لك اهو، وانا قلت لك ده النهارده بس، بقول لك بقالي سنوات على الموضوع ده. طب هل ده غير حاجه؟ نهائي. هل ده خلاك نهائي؟ ابدا. ده كانوا بيعملوا حملات مدفوعه 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 ان ما طلعش هوا، حملات مدفوعه، حملات مموله، اوقفوا احمد موسى، منع ظهور كده، كانوا بيعملوا كده وياخدوا هناك ويشتغلوا عليها. هل ده يأثر؟ ده بالعكس، بالعكس. وده يقلقك؟ ده بالعكس. طب ما في ناس تانية في الإعلام ولا حد يعرفهم ولا حد يتكلم عليهم ولا موجودين أساسا مثلا يعني، ولا هم بيتكلموا عليهم، وفي أسماء ولا عمرهم جابوا سيرتها. انتوا عارفين هو ليبيا بيتكلم على أحمد مثلا، بيتكلم على سين صاد زملائنا نشأة مثلا، عمرو أديب مثلا، الناس اللي عندها كده مثلا يعني. فلازم تخلوا بالكم، كل ده حملات. إيه عايز يشكك؟ هو فشل. طب ما هو بيشكك من 2013، نجح يعني ولا حاجة؟ طب ما بيعملوا دعوات من 2013، نجحوا ولا شيء ولا حاجة؟ إن هو في الآخر دعوته عايز إيه؟ عايز الإخوان تعود بس، حاجة تانية بس ولا حاجة. من الآخر الإخوان بس حكم. وزي ما قال لك الغامري، قال لك كل شغلنا وبرامجنا وقنواتهم اللي هو قنوات بتاعة الإخوان، كل رسالتها في الآخر تمكين جماعة الإخوان، عودة الإخوان للتمكين. قال لك ده خلاصة الموضوع، أي حاجة بيعملوها في أي وقت ليل نهار تصحى تلاقيهم عاملين وعاملين يزعقوا ويصوتوا ويلحقوا ويشككوا، وفلان عمل وفلان جاب عربية وفلان جاب طيارة وفلان جاب موتوسيكل وفلان بيصرف وفلان بيتغدى بكام وفلان بيتعشى بكام وفلان رايح يتفسح فين، كل ده هدفه إيه؟ إنه هد وعودة الإخوان بس، مش حاجة تانية. مليارات اللي اتصرفت دي في 10 سنين، مليارات 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 دخلت جيوبهم هم، جيوب بتوع الأزرع الإعلامية بتاعتهم. حد تاني؟ لكن مين؟ مين؟ اللي هو بطل ما شاء الله، الشعب المصري، الشعب العظيم اللي هو عارف هذه الدعوات التآمرية ولم ولن، اللي هو صامد ويتحدى كل الظروف، الشعب العظيم كل الظروف، شعب له التحية، كل الظروف بيتحداها وواقف صامد، واقف مع بلده رغم التسخين على مدار الساعة والتشكيك على مدار الساعة، بس حضراتكم عندكم ثقة كبيرة في البلد والقيادة، وانتوا اللي كشفتوا هذه العصابة الإخوانية الإرهابية.